وبركاته. صح فطوركم. مرحبا بكم الحضور الكريم في هذا الفضاء الذي تنظمه جامعة فرحات عباس سطيف واحد بالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة الهضاب سطيف، مقهى الأعمال في طبعته الثانية في هذه السهرة الرمضانية المباركة. أول ما نستهل به برنامجنا آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا الطالب جهاد باللام، آيات بينات من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات العظيم. السلام الوطني. مرحبا بكم في هذه الطبعة الثانية لمقهى الأعمال لجامعة فرحات عباس. هذه الطبعة الموسعة التي شملت اليوم الأسرة الجامعية في لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين، الهدف منه الإبراز عن إمكانيات هذه الجامعة في مختلف المجالات وإمكانية انفتاحها على العالم الاقتصادي والاجتماعي بولاية سطيف. نستهل حفلنا بكلمة مدير جامعة البروفيسور لطرش محمد الهادي. مقهى الأعمال اللي مشات فيه جامعة فرحات عباس كانت جلسة أولى يوم 28 فبراير، وكانت خاصة بالصناعات البلاستيكية وما نسميوه المبلمرات البوليمير، وحضروا معنا كثير من المؤسسات ومن الباحثين. واليوم في هذه الطبعة الثانية بالتنسيق مع السيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية للولاية ارتأينا أن نوسع هذه الجلسة الحميمية إن شاء الله نعمل فيها جاهدين لتكثيف العلاقات، وسعناها إلى كل مجالات النشاط الجامعي لجامعة فرحات عباس سطيف واحد اللي هي أساساً جامعة تكنولوجية. لماذا مقهى الأعمال؟ لكي نسوق ما لدينا في الجامعة من مشاريع ومن قدرات وكفاءات، ربما ولكن ليس إلا، لأننا قانعين كل القناعة بأن ولايتنا، بأن وطننا ينادينا للمسؤولية، المسؤولية للمشاركة الفعلية للتطور والنمو والتنمية والتنمية المستدامة. سيدي الولي، إنكم على رأس ولاية ربما أكثر نشاط على المستوى الاقتصادي والصناعي والتعاملات على المستوى الوطني، ولها من الحضور الأكيد على المستوى الدولي. من كثافة هذه النشاطات والنوعية بتاعها، ومن جهة أخرى لكم
جامعة التي تفتخر بتواجدها في الترتيبات الدولية المحترمة والمحترمة جدا في كثير من الترتيبات المعترف بها دوليا وعالميا. جامعة فرحات البسط واحد تحتل المرتبة الأولى وطنيا منذ عدة سنوات، وحرام علينا إذا كان ما نمدوش اليد لبعضنا ونتضافر في الجهود لبناء مشاريع تنموية أكيدة. اليوم راهم معنا مجموعة من الطلبة، ما همش كثير لأنهم كثرتهم في عطلة، ولكن جبنا بعض الطلبة حاملين لمشاريع. واليوم الجامعة الجزائرية من الأهداف نتاعها الأساسية هي المشاركة في خلق الثروة ومساعدة الطلبة لإنشاء المؤسسات، للابتكار، لاكتساب كفاءات مهنية وتكنولوجية اللي تساعد المحيط وتساعد البلاد. نشكركم من جديد على الحضور نتاعكم، لأن هذا الحضور بناء لمستقبل ظاهر أكثر من اللي رانا فيه الآن إن شاء الله. بارك الله فيكم، ربي يوفقنا إن شاء الله في ما فيه الخير. السلام عليكم. الكلمة الآن إلى رئيس غرفة الصناعة والتجارة الإضاءة بسطيف السيد علي المنصوري. يسعدني ويسرني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحدث الهام الذي تلتقي فيه أسرة جامعة فرحات عباس بسطيف والمتعاملين الاقتصاديين لغرفة التجارة والصناعة في حضور السلطات المحلية للولاية وعلى رأسها السيد الوالي المحترم. فهذا الحدث الهام يعبر عن تلاقي العلم والمعرفة والإبداع والبحث العلمي مع روح المقاولاتية والخبرة والتنفيذ في قطاع الصناعة والتجارة وكذا الفلاحة، والتي تعد كلها عوامل أساسية تكمل وتدعم بعضها البعض من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل، وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية للوصول إلى تحقيق التطور الاقتصادي الذي نطلبه جميعاً للرقي ببلدنا الجزائر إلى مصاف الدول المنتجة باقتصاد متكامل ومنافس. وبما أن الجامعة بمؤسساتها البحثية هي من القطاعات الفاعلة في التنمية الاقتصادية ورعياً للابتكار الذي هو مفتاح التطور الاقتصادي الذي تسعى منظمات الأعمال من خلاله إدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، يمكن للجامعة اليوم تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والدعم لكل المؤسسات الاقتصادية لولايتنا الطيبة. الآن كلمة السيد والي ولاية سطيف السيد مصطفى لماني بمناسبة انعقاد هذه الطبعة الثانية لهذه الفعاليات، فعاليات مقهى الأعمال في طبعته الثانية. تفضل سيد والي. سعدت كثيرا بتلقي دعوتكم الكريمة للمشاركة في هذا الفضاء التفاعل الهام بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، والذي تم تنظيمه من طرف جامعة فرحات عباس سطيف واحد بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، وهو اللقاء الذي ننتظر منه الكثير باعتباره وسيلة ناجعة ستعزز العلاقة بين الجامعة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتساهم في خلق شراكة قوية عن طريق إبرام اتفاقيات وتنظيم لقاءات مباشرة بين الطلبة حاملي الأفكار والمشاريع والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تبادل الخبرات وبناء علاقات أكاديمية مهنية وطرح مختلف الانشغالات والإجابة على جل التساؤلات، حيث كان مقهى الأعمال الذي بدرت به جامعة فرحات عباس المعروفة بتقاليدها العريقة في هذا المجال لقاء ثريا من أجل تعزيز العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية وخلق روح المقاولاتية لدى الطلبة، خاصة وأن معظمهم قد قدموا تجارب ناجحة فيما يتعلق بالمشاريع المبتكرة
والمؤسسات الناشئة والتي أصبحت نماذج عملية يتم استغلالها من طرف المتعاملين الاقتصاديين ميدانياً. أتعرف بعد قليل مع الأستاذ سوقي برقبة عميد كلية الاقتصاد على مستوى جامعة فرحات عباس ستيف واحد عن أقول أهمية العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي وأيضا حول الإمكانيات التي مكنت الجامعة من تحتل مكانة هامة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي. إذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نقول سحر بانكم تقبل الله منه ومنكم الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا أنا اليوم سعيد سعادة كبيرة جدا لأن ألقي هذه الكلمة التي هي تتضمن شقين، شق تعريفي بجامعة ستيف واحد فرحة عباس، وربما تقديم مقاربة أو وجهة نظر إن صح التعبير لتفعيل هذه العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي. طبعا كما ذكر سيدي مدير الجامعة أن جامعة ستيف واحد تعتبر من أرقى الجامعات على المستوى الوطني، وهي تحت المراتب الأولى منذ عدة سنوات، فهي تحت المرتبة رقم واحد من خلال تصنيفات عالمية معترفة بها، وكذلك تحت المراتب محترمة جدا، فأقول هي من ضمن 500 جامعة على مستوى العالم، وهي ضمن 100 جامعة على مستوى العالم بالنسبة للجامعات الفتية التي يقل عمرها عن 100 سنة، فتحقيق مثل هذه الأمور ليس بالأمر الهين. فسأقدم هذه المداخلة من خلال هذه العناصر الست الأساسية، من خلال تقديم ربما أهم مكونات أو الهياكل الأساسية لجامعة ستيف واحد فرحة عباس، ثم أتكلم عن الجامعة من خلال تقديم بعض الأرقام المهمة، ثم أتكلم عن الجامعة من خلال مهمة أساسية بالإضافة إلى مهمة التكوين ألا وهي مهمة البحث، ثم سأعرج على الشراكات الدولية الموجودة ما بين جامعة ستيف واحد وكثير من الجامعات الدولية العالمية. تشمل هذه الاتفاقيات التعاون بين المؤسسة الجامعية جامعة فرحات عباس ستيف واحد والمؤسسة التي تملي معها الهيئات في مقدمتها ورقة الصناعة والتجارة وأيضا مديرية الصناعة بولاية ستيف، اتفاقية أخرى سوف تكون تباعا بين مختلف الكليات والأقسام والمقابر. العديد من المشاريع بين المؤسسة وأيضا الكلية خاصية كلية الاقتصاد، باعتبار أنه أيضا سيد وليس آخرا مؤسسة بوعجيل اللي هو السيد سعيد بوعجيل أيضا لإمضاء اتفاقية تجمعه مع جامعة فرحات عباس ستيف واحد مع جامعة فرحات عباس من أجل صورة تذكارية للمناسبة. ما هي الاستراتيجية المعتمدة من قبل جامعة ستيف لمواكبة هذا الهدف المصطفى؟ شكرا جزيلا.
restoration. Donc, le ministre du Monde va nous donner la pédagogie. Donc, on a donné l'occasion aux chercheurs d'aller sortir et de participer dans le domaine de recherche pour amener et d'entendre la position, rapporter la position, sa position dans le monde. الاستاذ رحلاني من كليه الاقتصاد جامعه السيد واحد. على كل حال احنا في الفورم ماذا لوبجيكتيف برانسيبال سي دو تروفي دي ليزون انتر لونتربريز دي يونيفرسيتي. Il faut reconnaître une chose que c'est qu'il existe des barrières qui empêchent cette relation qui est très importante. Quand on a vu عليها في المرئي الجامعه والعميد الكليه عرفت هذا الموضوع هذا ليش نديه. انا كنت نحب نشكر القائمين على هذا الملتقى مقهى الاعمال مبادره نسميها وندعو الى تجسيدها. Pour votre information, كنا السبابين في إبرام اتفاقية بين المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وجامعة فرحات عباس من تقريبا 2018. La majorité, la grande majorité des entreprises algériennes, qu'elles soient publiques ou privées, elles sont sinistrées en termes de technologie. Et aujourd'hui, il est impératif que l'entreprise s'ouvre vers l'université et que l'université lui prend la main. Donc, on ne se cache pas le visage et on se dit les quatre vérités en face. Mais on a ouvert nos entreprises et on a un grand besoin de l'université. Et actuellement, le manque d'information, le manque de contact, etc. Mais là, quand même, ساعات اون نوتيليز با لو ميم لونغاج ما نتقاسموش في الكلام مثل هذا اللقاء سامبوليكمون كي نتكلموا على لو كافي دي زافير اي سي بارتي ليماج سامبوليك سي اون تابل وين لي جون سون اوتور دو لا تابل اي ديسكوتي كونت اون ساسوا اوتور دو لا تابل كي نقعدوا اوتور دو تابل فورسيمون نفهموا بعضنا ونتكلموا مع بعضنا. لما نتكلموا مع بعضنا استاذ رحماني ولا استاذ اللي تكلموا رايحين نفافوريزيو لو كونتاكت اي لا كومبريونسيون ميتوال. اليوم لي زوريونتاسيون بلادكم تناديكم يا جماعه.